اليوم بعد إلغاء الدوري. أحسنت أحسنت. لذلك اليوم أنت بعد أنه إلغاء الدوري بشكل رسمي. ما ممكن أنه ترجع إلى الترتيب الأخير قبل ما يتوقف. هناك فرق لعبت 5 ب4 ب3، فبالتالي من الصعوبة بمكان أنه أنت تسمي بطل دوري في ظل 3-4 مباريات. نعم. إذا أنه إحنا جينا إلى هذا الاستحقاق اليوم، النفط المصدر، حتى الأخوة في إداري لنادي النفط تحياتنا لهم، إذا تلاحظوا ما طالبوا بهذا الأمر لأنه معرفتهم ومهمنيتهم بالعمل أنه هذا مو صحيح. زين. لذلك أيضا نادي الميناء قبل توقف الدوري بالمرحلة اللي سبقت المظاهرات، أيضا نادي الميناء كان هو مصدر، أيضا ما طالبوا بهذا الأمر لأنه أيضا لمعرفتهم أنه الدوري توقف. زين. بالتالي اليوم قرار الاتحاد الآسيوي واضح، واضح وضوح الشمس. عندما ذكر في الاجتماع الأخير قبل 3 أيام تقريبا، وكنا حاضرين ممثل نادي الشرطة المتحدث والسيد أياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية، وذكر أنه يتم في حال إلغاء الدوري يتم العودة للترتيب النهائي، بس بشرط أنه يعني وجود عدد قليل من المباريات، ولم يذكر لك أنه أنت مباريات الدوري في بدايتها، عدد قليل من المباريات على اختتامه. لذلك عندما يتم إلغاء الدوري في كل العالم واضح وضوح الشمس أنه أنت ترجع لاستحقاق الموسم الأخير. بما أنه الشرطة كان هو بطل الدوري في الموسم الأخير، إذن هو استحقاق طبيعي. طيب. لأن يكون ممثل العراق في النسخة الآسيوية القادمة.